سجنت ومولودية بيجاية. جمعنا لقاء مع صاحب اللقب الإفريقي الوحيد لرابطة الأبطال في صيغته الجديدة المدرب خير الدين مضوي، الذي التحق رسميا بالعارضة الفنية لمولودية بيجاية بعد تلاق بالتراضي مع النادي الإسماعيلي المصري. يعني فرحين بالتواجد معكم، بطبيعة الحال رجوعي للدوري الجزائري تصادف مع اول مباراه مع دفاع تجنت هنا في تجنت. بطبيعه الحال بعد ما خرجت من نادي الاسماعيلي لظروف ما، كانت لي فتره وين درست بعض العروض اللي كانت هنا وهناك سواء داخل او خارج الوطن، وكان يعني الاختيار الاخير كان لمولوديه بيجاية بعد سماع مسيري هذا النادي. المباراة بدأها صاحب الأرض دفاع تجنت بضغط منخفض ومرتفع، فكانت هذه المخالفة لبن ساحة ولم تمر بعيدة أمام صور رائعة صنعها الجمهور البجاوي الذي تنقل لمؤازرة فريقه في أولى مباريات المدرب خير الدين مضوي مع أبناء يما قريه. نلعب الدقيقة 43 واللاعب الذي تألق في هذا اللقاء بن ساحة يتوغل في المنطقة يراوغ يعرقل. السيد مصطفى غربال حكم اللقاء كان قريبا أعلن عن ضربة جزاء واضحة كما تشير الصورة بالعرض البطيء. اللاعب عريبي كريم سدد ووضع الكرة في الزاوية البعيدة وأشعل الفرحة على المدرجات. وشوط أول لصالح صاحب الأرض، هدف دون رد. الشوط الثاني بدت تعليمات ما بين الشوطين للمدرب مضوي واضحة، فدخل أشباله بعزيمة هجومية، فكانت عملية الاختراق والتوغل المزعجة في هذه اللقطة. هل الكرة لمست يد المدافع أم لا؟ الصورة المعادة توضح ضربة شرعية من عدمها. السيد غربال أعلن عن ضربة جزاء لصالح الضيوف لم تثر احتجاج أبناء الدفاع. دهار نفذ سجل ووقع وعدل النتيجة لصالح أبناء بيجاية، كان ذلك في الدقيقة 48 من عمر المرحلة الثانية. الهجوم البجاوي وصل للعمل في منطقة الدفاع ليتمكن عند دقيقة 55 اللاعب السابق لدفاع تجنت أمقران عبد الحكيم يخادع الجميع بكيفية ذكية ويوقع الهدف الثاني لصالح الزوار. الدفاع فيما بعد انتقل كليا إلى الهجوم، فكانت محاولة شيحاني محمد والمحاولة هنا أحسن من الهدف والكرة هربت من الشباك. ثم الدفاع يواصل العمل الهجومي في واحدة من أسخن اللقطات ليختتمها هوغاس بتسديدة قوية أبعدها حارس بيجاية طوال بصعوبة. آخر المحاولات للدفاع اختتمها عريبي كريم بمحاولة رأسية حبست الأنفاس، لكن الحظ كان الغائب الأكبر عن أبناء الدفاع الذين يستحقون كل الاحترام على ما كمل لهم ولجمهورهم الذي تحلى بروح رياضية عالية رغم التعثر. وخير الدين مضوي ينجح في أول اختبار بعد عودته إلى أرض الوطن.